بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة ويوم جديد من البريمو. النهاردة بكون معاكم يومي الأربع والخميس استكمالا طبعا للست أيام اللي بيقدمهم طبعا من السبت للثلاث الكابتن محمد فاروق. النهاردة بنطلع ليلة مباراة الأهلي والزمالك، ليلة مباراة السوبر المصري. إن شاء الله نقدم حلقة كويسة. هيكون معانا كابتن فتحي مبروك، الكابتن خالد جلال طبعا لتحليل المباراتين. كمان هيكون في حوار خاص مع السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ده حوار خاص لينا للبريم. خلينا اتكلم معاكم على طول في اخبار مهمه جدا هتكون معانا في مباراه بكره باذن الله. الزمالك بيقرر التجديد لكارتيرون لمده موسم في حاله الفوز بالسوبر، ده خبر مهم جدا بنتكلم فيه عن يعني في حاله الزمالك ان شاء الله لو خد بطوله السوبر بكره هيقدر ان هو يعني يجدد لكارتيرون في لمده موسم. في نفس الوقت يعني الوحده الاماراتي بيراقب مصطفى محمد في مباراه سوبر بكره، مباراه مهمه، مباراه يمكن مصطفى محمد على المستوى الشخصي يتكلم مع زمايله، اتكلم في فكره ان لازم ان انا اظهر بشكل مميز، لازم ان انا اكون متواجد مع الناس بكره ان انا اسجل هدف. ده كلام دار في كواليس معسكر نادي الزمالك، خاصه لما عرف ان الوحده الاماراتي هيكون طبعا بيراقبه بكره. نفس الامر بالنسبه للنادي الاهلي الناحيه الثانيه، يمكن في عدد من الكواليس المهمه جدا اللي ظهرت خلال معسكر النادي الاهلي. طيب خلينا ناخد مكالمه مهمه جدا. والد سعد محمد المصاب بالسرطان ناشئ النادي الزمالك، خليني اخده. حاج سعد زيك؟ السلام عليكم يا فندم. حاج محمد زيك؟ الله يبارك فيك يا فندم. السلام عليكم. قول لي اخبارك ايه واخبار سعد ايه؟ الحمد لله، الحمد لله والشكر لله يا فندم. سمعت ان هو يعني كان تعبان اليومين اللي فاتوا، كان في مشكله، كلمني عليها. والله يا فندم حضرتك سافر مع الباشي، كان الفريق بتاع الزمالك سافر قدامه، وبعدين هو حصلهم مع خاله، وبعدين استقبلوه هناك والحمد لله كانت الدنيا حلوه تمام. بعدين اتفاجأنا النهارده الصبح انه هو تعب شوي بالنسبه لل انه راح سافر على طول. طبعا خاله خده وداه مستشفى هناك في الامارات. طبعا اشكر الشعب الاماراتي لانه قاموا بالواجب والحمد لله. وبعدين هو اتحجز في المستشفى وحاليا في المستشفى على كده يا فندم. طيب يعني خليني قول لي ايه، هل مثلا مسافه السفر هي اللي تعبته؟ هل في حاجه معينه هي اللي خليته يبقى في مشكله ولا ايه؟ هو يا فندم كان امل حياته ان هو يعني يحضر ماتش الاهلي والزمالك. في شركه راعيه اتشكر لها كل الشكر، اللي هي تمنت سفر هو وخاله وسفروه، شركه رائعه بتاع سياحي. فهو طبعا نبول الدعوه والحمد لله تمام. بس زي ما تقول يا فندم بالنسبه لتقليب الجو، كان وقت الجرعه كانت تقيله. مع تقليب الجو كده من مصر للامارات فتعب وحصلت شويه مضاعفات. فهو ان شاء الله احنا تواصلنا النهارده بخاله على قدر الامكان، وبعدين وصف لنا الحاله قال انه هو ان شاء الله ممكن بكره يطلع، يعني الدكتور يديله ساعه كده يشوف الماتش عشان يرفع من روحه المعنويه، وبعدين يرجع يستكمل العلاج في المستشفى يا فندم. ان شاء الله يرجع بالسلامه وان شاء الله يخف باذن الله.
يعني هل حد من اللعيبه، من لعيبه الاهلي، من لعيبه الزمالك تواصلوا معاه ولا لا؟ لو حضرتك كانوا يتواصلوا معاه في المعهد هنا، بس في الامارات يعني الماتش بالنسبه لهم للفريقين الشغل الشاغل بتاعهم. بس انا لا يطالب يا فندم. اتفضل. الله يزيد فضلك يا فندم. انا اناشد المسؤولين في الدوله يعني انه انا والدي لما ماشي غير يا فندم، وبعدين انا تعبت فيه وده ابن نادي الزمالك مش ابني انا. فانا طبعا انا اشد سيد الشباب والرياض فندم انه هو يتواصل مع الاخوه في الامارات ان هم يطلعوا اقامه لخاله والمساعد هناك بحيث يكمل العلاج هناك، على اساس انه هو يعني مش بشكك انا في القدرات العلاج في مصر، بس هناك الامكانيات يعني بدل ما يروح المانيا ولا ايطاليا كده يكمل هناك. وانا اناشد برضه السيد محمد بن راشد انه يعني يبص انك بعين العون بحيث انه يكمل علاجه في الامارات يا فندم. ان شاء الله يعني مناشدتك ديت وطلبك دوت يعني يكون في استجابه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. حاج محمد والد سعد الناشئ نادي الزمالك المصاب طبعا بالسرطان، بشكرك شكرا جزيلا. يعني سريعا طبعا اتكلمنا عن اخبار سريعه خاصه بنادي الزمالك، بمعسكر نادي الزمالك. يعني فيما يخص النادي الاهلي ومعسكر النادي الاهلي، الاهم بالنسبه للناس هو ان فايلر المدير الفني للنادي الاهلي هيدفع بجيرالدو في التشكيل الاساسي. طبعا خبر بالنسبه لل غير متوقع، لكن في التشكيل اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت والتدريبات الأخيرة بالنسبة للنادي الأهلي، جيرالدو كان يعني من ظهر بشكل مميز جدا. عندي يمكن التشكيل شبه الأقرب اللي هيكون عليه النادي الأهلي: محمد شناوي وعلي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشه وحسين شحات وجيرالدو، وفي الهجوم راس حربه واحد هو جونيور اجاي. ده بالنسبه للتشكيل الاقرب بشده اللي ممكن يكون عليه النادي الاهلي. لكن خليني اقول لك برضو الناحيه الثانيه، نادي الزمالك استقر كارتيرون بشكل كبير على على التشكيل الاساسي اللي بيضم محمد ابو جبل ومحمد عبد الشافي، الونش، محمود علاء، حازم امام، وفرجاني ساسي، وطارق حامد، اشرف بن شرقي، ويوسف اوباما، واحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد. فكره ان يعني مصطفى فتحي كان اتكلم خلال التصريحات للصحفيين هناك، قال ان احنا ما بنخافش من الاهلي وان احنا جاهزين. نفس الامر الناحيه الثانيه، شريف اكرامي كان عقد جلسات تحفيزيه مع اللاعبين وطالبهم. وشريف اكرامي ليه شريف اكرامي تحديدا؟ لانه الفتره اللي فاتت طبعا كان اعلن ان هو هيمشي، لكن رغم كده بيقوم بدوره كلاعب لاعب كبير، وتواجد في المؤتمر الصحفي وقال تصريحات برضو مهمه جدا فيما يخص ان النادي الاهلي طبعا بيؤكد ان هو الاقرب للفوز باللقب. الكلام على ان في خناقه حصلت ما بين رمضان صبحي وكهربا، الكلام ده لا اساس له من الصحه. يمكن كنا اتاكدنا خلال الفتره اللي فاتت، لكن دوت يعني ما حصلش. ورمضان صبحي اكد لي فريق الاعداد ان مفيش اي اساس من الصحه فيما يخص ان في ازمه مع محمود عبد المنعم كهرباء. طبعا الاخبار العاديه اللي هو الاهلي هيلعب زي التقليدي، الزمالك هيلعب بالازرق، يمكن برضو كارتيرون طلب من اللعيبه عدم الاعتراض على التحكيم بشكل كبير. يمكن دي أخبارنا وده كلامنا بشكل سريع عن استعدادات الأهلي والزمالك بكرة لمباراة السوبر. هخرج فاصل وأروح أستقبل
الكابتن فتحي مبروك المدير الفني السابق للنادي الأهلي، والكابتن خالد جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك. لسه مكملين معاكم، وانضم لي طبعا الكابتن فتحي مبروك كابتن كبير المدير الفني طبعا الاسبق للنادي الاهلي ورئيس قطاع الناشئين الحالي. كابتن فتحي برحب بيك. يا سلام يا اسلام، والله انا مبسوط ان معاك يا اسلام. انا المبسوط بيك دايما يا كابتن. لا ربنا يخليك وكل الساده مشاهدي قناه 10 والبرنامج الجميل بتاعك، وان شاء الله تكون حلقه جميله تبقى كويسه كده، فيها حاجات كويسه تعجب الساده المشاهدين. بوجودك طبعا ربنا يخليك. الناحيه الثانيه طبعا واحد من المدربين المميزين المحترمين جدا الكابتن خالد جلال المدير الفني طبعا الاسبق لنادي الزمالك. كابتن خالد برحب بيك. اهلا وسهلا، ازيك يا سلام، عامل ايه؟ وبرحب طبعا بالاستاذنا الكبير الكابتن فتحي مبروك طبعا. ربنا يخليك كابتن خالد. طبعا ربنا يخليك، وانا سعيد اني معاك كابتن. ربنا يخليك المدير الفني الاسبق كابتن، انتوا بسم الله ما شاء الله بتغيروا كتير. كلنا الاسبق. كابتن فتحي، يعني شايف ماتش بكره ازاي؟ هو طبعا الناس كلها مهتمه على فكره بلقاء السوبر، وخصوصا يمكن لقاء بيقام في دوله الامارات العربيه الشقيقه، وهناك جماهير كتير على فكره، جماهير اهلي وزمالك. ويمكن قبل كده مباراه السوبر لو كنا بنلاحظها تلاقي الاستاد مليان، استاد مليان جماهير اهلي وزمالك، فده فيه اهتمام. الاهتمام الاعلامي برضو حاجه تانية مهمه جدا، الاهتمام الاعلامي دلوقتي مكثف على مباراه اهلي وزمالك في السوبر. اللعيبه نفسها، ما تيجي بقى تتكلم على اللعيبه نفسها، اللعيبه نفسها في اهتمام سواء من لعيبه النادي الاهلي او لعيبه الزمالك، لان لعيبه الاهلي عايزه تضيف لرصيدها بطوله، نفس نادي الزمالك لعيبته عايزه تضيف بطوله بعد بطوله السوبر اللي كسب فيها الترجي التونسي. فكل المقومات وكل الامور تحس المباراه في غايه الاهميه بالنسبه للفريقين، بالنسبه حتى للمديرين الفنيين. يعني المدير الفني مستر فايلر يمكن برضو دي بيسعى ليها، ان يكسب بطوله السوبر برضو دي بتبقى حاجه في السي في بتاعته كويسه، بيسعد جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. ونادي الزمالك بيسعى برضو لاضافه بطوله سوبر، يعني بطوله السوبر الافريقيه يكسبها، بطوله السوبر دي برضو بيسعى. فالمعايير كلها بتدور ان هذا اللقاء هام جدا جدا في ظل الاحداث اللي انا قلتها. اللقاء دوت مهم للزمالك كابتن خالد، يعني بقى بعد السوبر الافريقي وبعد ضياع الدوري اكتر اهميه للزمالك من الاهلي؟ لا، هو يعني الدوري لسه ما ضاعش برضه، الدوري لسه في الملعب، يعني رقميا دوري الدوري ايه اللي في الملعب؟ لا يعني الكابتن فتحي بيضحك. لا 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 والله لسه الكوره فيها كل حاجه على فكره، الكوره فيها حاجة لا فيها كل هو حاجه. هو فرق قد ايه؟ فرق كبير، فرق كبير، لكن برضه انت ما تضمنش الكوره فيها كل حاجه،
انا بتكلم بشكل واقعي حضرتك طبعا. لا واقعي والله ورقمي. انا بتكلم بشكل رقمي من شغلنا في الكوره وكان النادي الاهلي في دوري احنا خدناه سنه 88. احنا خدنا دوري وكاس وبطوله افرو اسيويه في سنه 88. كان النادي الاهلي فارق عننا 11 بونت يعني ده سنه من السنين. فالكوره فيها كل حاجه اسلام. مقتنع بالكلام ده يا كابتن فتحي؟ هي بص هي دايما يعني دايما المدير الفني او مديرين الفنيين او الناس اللي اشتغلت قبل كده في التدريب هو بيجي النهارده لازم يقول لك النهارده الكره لسه في الملعب او لسه الدوري. ليه النهارده الكابتن خالد بيقول ليه الكلام ده؟ الكابتن خالد كان مدير فني فما بيجي يتكلم في حاجات زي كده يا جماعه لسه الامور ولسه المباريات ما نضمنش ظروف الفرق ما نضمنش ظروف الفرق المنافسه فكل هذه الامور بيترتب عليها كلام الكابتن خالد فاهم. ولكن انا شايف يعني من وجهه نظري ان الاهلي بقمه المجموعه بقمه الجدول لا خلاص انا بقول الاهلي ان شاء الله بطوله الدوري دي تبقى يعني عندنا ان شاء الله في النادي الاهلي. مش هتخرج ان شاء الله. يعجب الكلام ولا ما يعجبش؟ انا كابتن خالد هو اللي ما يعجبش الكلام. انت جاي تلبسني. طيب كابتن خالد خلينا اكلم حضرتك فكره كارتيرون. هل هو عنده دوافع مختلفه؟ كان بيدرب النادي الاهلي قبل كده عنده حافز اكبر لسه كسبان السوبر الافريقي ولا الامور ديت هو ما بيحطهاش في اعتباره وبيتعامل مع الامر على ان هو مباراه بطوله خاصه بذاتها ولا بد من الفوز بيها؟ لا طبعا هو حاطط في اعتبارات كتيره جدا. طبعا ضرب النادي الاهلي ويمكن يعني ما نجحش مع النادي الاهلي قوي. يهمه جدا ان هو في ماتش زي ده بعد ما هو توج بالسوبر الافريقي ماتش كان جميل جدا وكلنا شفنا الزمالك يمكن من افضل مبارياته في السنين اللي فاتت. في الحقيقه كان متفوق من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه لعبا ونتيجه. فيهمه جدا ان هو يعمل نتيجه قدام النادي الاهلي ويبين ان هو راجل برضه راجل مدرب كويس وخد السوبر قبل كده السنه اللي فاتت. فيهمه جدا بتبقى للمدرب دي زياده حافز كمان ان هو يثبت للنادي الاهلي لا انا موجود وانا كويس وانا بثبت ان انا مدرب واشتغلت في مصر وخدت بطولات مع نادي الزمالك. فاكيد يهمه جدا ان هو يكسب النادي الاهلي. كابتن فتحي يعني الاهلي متفوق محليا افريقيا الاداء مش مقنع بعكس الزمالك واخد السوبر الافريقي محليا متعسر بعض الشيء. هل الامور دي بيبقى ليها علاقه بمباريات القمه ولا لا؟ لا 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 دي ده بطوله يعني دي بطوله يعني زي ما كنت تيجي تقول مثلا بطوله كاس مصر فاينل بطوله كاس مصر فاينل السوبر افريقيا دي بطوله في حد ذاتها بتضاف لرصيد اي مدرب. فهو ما بيبصش لاعتبارات بقى ان انا كنت متعسر في افريقيا متعسر في الدوري لا مش هيبص لها كده. هو بيبص لها بمقاييس انا عايز كمدير فني ان انا اتحط في السي في بتاعتي ان انا اخدت بطوله كبيره باهلي وزمالك يعني مش ده لا ده بتضاف وبتبقى في رصيد هذا المدير الفني حتى لو ترك نادي الاهلي او نادي الزمالك لا ده كسب بطوله مع نادي الاهلي او الزمالك. فكل هذه الامور شخصيه المدير الفني في قياده الفرقه هي اللي هتخليك النهارده تقول ان المدير الفني النهارده بيبص لبطوله بيلعب على بطوله ماليش دعوه بافريقيا ماليش دعوه بالدوري لا ده هي دي بطوله في حد ذاتها. فوز الزمالك بالسوبر الافريقي صعب من المهم على النادي الاهلي ادى حافز اكبر لنادي الزمالك. هو طبعا يبص معنويا يعني برضو ما نيجي نتكلم معنويا معنوي نادي الزمالك طبعا يمكن الجماهير سعيده جدا جدا مجلس اداره نادي الزمالك سعيد جدا بالفوز اللعيبه نفسها سعيده جدا بالفوز اللعيبه برضو ما هي عايزه تنزل تثبت ذاتها بقى في بطوله زي دي او قدام الاهلي لان دائما لقاء الاهلي والزمالك زي ما قلت لك لقاء بيحسب للعيبه على مدار السنوات 20 سنه 30 سنه جايين بيحسب ليهم بيحسب ان الاهلي كسب الزمالك او الزمالك كسب الاهلي بيحسب ليها. فكل اللعيبه كل الناس بتفكر في هذا اللقاء ان ده بطوله في حد ذاتها حد ذاتها. فانا شايف ان المباراه زي ما قلت لك المباراه هتكون في غايه الاهميه بالنسبه للفريقين. طيب كابتن خالد يعني انا بتكلم في فكره التشكيل هل انت مع فكره ان يكون في ثبات في التشكيل ولا على مباراه يعني او بالنسبه للاداء او التشكيل اللي ظهر بيه نادي الزمالك قدام الترجي
ولا ممكن كارتيرون يغير لان هو الدوافع مختلفه؟ مباراه الاهلي تختلف عن مباراه الترجي. هي دايما بيبقى في مباريات اهلي وزمالك في شويه مفاجات لو ما بيعملها المدرب، فبتبقى برضو بتدي نوع من اللخبطه التكتيكيه بالنسبه للمدرب الاخر. لكن هي يمكن 90% من الاوراق بتبقى مكشوفه ما بين الفريقين. يعني لو احنا استعرضنا الفرقتين هنقف عند لعيب ممكن في كل فرقه، مش اكتر من كده. فالاوراق شبه مكشوفه بالنسبه للفريقين، واكيد اخر لقاءين لكل فريق. يعني لو قلنا الزمالك لعب لقاءين، كان الاسماعيلي في الدوري وبعديه الترجي. انا متهيألي مفتاح الفوز على الترجي كان الاسماعيلي، انا من وجهه نظري، لان كانت ماتش صعب في الاسماعيليه. كارتيرون يمكن عمل اللي هو الروتيشن ما بين اللعيبه، وفعلا نجح هو وجهازه الفني ان هو يعمل روتيشن، وفي لعيبه ما لعبتش الاسماعيلي لعبت الترجي، فادت يعني لعبت كويس جدا بعكس النادي الاهلي. العكس النادي الاهلي، النادي الاهلي عمل ماتش الجيش، ماتش يمكن ولا اروع كاداء. يعني جه ماتش المصري كسبه 3-0، يمكن الاداء ما كانش كما ينبغي. فاخر مباراه للفرقتين يمكن الترجي والمصري، النادي الاهلي كسب 3، لكن انا من وجهه نظري كان الاداء اقل شويه من الجيش. الزمالك كان كيرفو عالي قوي في الاداء كلعبا ونتيجه. فدي طبعا هتدي الكارتيرون ان هو يثبت التشكيل، ممكن بس شويه حاجات. حازم امام ممكن كان حاسس بشويه ممكن يلعب احمد عيد، محمد عبد الغني جاله الضمه كان ممكن يشارك في مركز الظهير الايمن. لكن اعتقد التشكيل كله مش هيخرج عن التشكيل بتاع الترجي التونسي. طيب كابتن فتحي، يمكن انا قلت تشكيل اقرب للنادي الاهلي، المفاجاه فيه شويه ان جيرالدو ممكن يبدا طبعا الى جانب الشناوي. يعني لو خلنا حراس المرمى الشناوي وعلي معلول ياسر ابراهيم ورامي ربيعه وهاني وعمرو سوليه واليو ديانج وقفشه حسين الشحات وجيرالدو واجاهي. شايف ان هو لو بدا بجيرالدو على حساب وليد سليمان، وليد سليمان اللي هو بيمتلك خبره اللي ماشي بشكل كويس مع النادي الاهلي في الدوري، هل ده في مصلحه النادي الاهلي؟ هو بص، خلي بالك الماتش ده ماتش تكتيكي، ماتش النهارده الفرقتين واضحين لبعض بيني وبينك. كابتن خالد قال يمكن في عنصر مفاجاه، ممكن عنصر مفاجاه في الفرقتين، ولكن دائما المدير الفني بيبص النهارده للتشكيل اللي هيلعب المنافس، طريقه لعب المنافس، مين اللي النهارده مفاتيح القوه في الفرقه المنافسه. كل هذه الامور لازم اي مدير فني يبقى النهارده في، عشان كده بيبتدي يحط تشكيله المناسب. يعني جيرالدو النهارده لما هبتدي بيه ونحط يحط جيرالدو، عارف ليه مستر فايلر؟ ليه؟ النهارده جيرالدو مميز في الحته الدفاعيه، مميز في الحته الدفاعيه. خلينا برضو نتكلم، ممكن يلعب في الجنب الشمال يقفل على حازم امام الجنب ده، لان حازم امام بيمتاز بالحته الهجوميه قوي برضو، يعني يمتاز بالحته دي. لو حازم امام لعب عنده الميزه دي، فجيرالدو النهارده يقدر يساعد علي معلول في الجنب الشمال، ويقدر يقفل معاه الجنب الشمال، بحيث ان جيرالدو حتى ممكن يستفاد بيه النهارده. لو لعب النهارده حتى حسين الشحات النهارده نزل في وسط الملعب، ليه؟ لان برضو خلي بالك يوسف اوباما النهارده هيلعب تحت راس الحربه مصطفى محمد. فالنهارده محتاج النهارده مين اللي هيلعب مع يوسف اوباما؟ ممكن ديانج اللي يلعب معايا. فالنهارده لازم يستعمل النهارده حسين الشحات ينزل وسط ملعب، فلازم الحته دي يبقى فيها تدعيم جيرالدو. ممكن يعني جيرالدو عنده من المقاومات ان يقدر يلعب دفاعيا وهجوميا، وفي نفس الوقت هو فت، يعني برضه لياقته كويسه، يقدر يقفل في الجنب ده، ويمكن يتفق معايا كابتن خالد في هذا الكلام. طيب النهارده كان في مباراه القدامى ما بين الاهلي والزمالك، كان في صاله نادي الجزيره الاماراتي. معانا الكابتن محمد فاروق طبعا زميلي هنا ونجم النادي الاهلي السابق من الامارات. كابتن فاروق برحب بيك. تمام، ازيك، اخبارك ايه؟ تحياتي لضيوفك كابتن فتحي مبروك، ومين معاك تاني يا كابتن خالد؟ كابتن خالد جلال. كابتن كابتن خالد يا حبيبي، ازيك يا فاروق؟ ازيك يا فاروق؟ الحمد لله. منور يا كابتن، منور يا فاروق، منور يا اسلام، ومبروك اول حلقه ان شاء الله ومكسره الدنيا. ربنا يخليك كابتن. كابتن، يمكن التعادل النهارده 3-3 ماتش القدامى الاهلي والزمالك.
الماتش خلص تعادل ولا، بس انا عايز اقول لك حاجه يا اسلام، بس انتوا طبعا متفقين 100%. الكابتن فاضل كان بقى 12 دقيقه ماشي وحس ان احنا هنكسب، الاهلي هيكسب الزمالك، فما حبش يزعل اخواتنا في فريق نادي الزمالك، فراح ايه قال الحكم صفر، لان احنا خلاص كنا بص يعني هنفرم الدنيا، بس الحمد لله يعني كابتن فضل لحق الماتش يعني. يعني نطلع ايه مبسوطين مع بعض زي المقصود من كابتن فضل. يعني ده توجيهات، توجيهات بقى الماتش يا فاروق. ايوه بقول لك يا كابتن فضل، ده توجيهات ان انت تقطع الماتش تعادل. بص هو كابتن فضل ايه حابب ما يزعلش الناس كلها، فلكن كان فاضل 12 دقيقه. بس هو يعني احسن ازاي يا كابتن فاروق، ويعني النتيجه خلصت 3-3. ما هو 3-3، لكن احنا كنا اللياقه البدنيه الاعلى واحنا اللي ضاغطين يا اسلام. الاول نادي خليج الزمالك الليجند بتاع نادي الزمالك حط جونين، واحنا بعد كده عوضنا، وبعد كده جون في جون، لكن الافضل الموجود هو احنا، بدليل ان احنا سيبنا فضل ليهم، سيبنا احمد السيد يبقى موجود معاهم عشان بس يشيلوهم شويه بس. طيب خليني اقول لك الاجواء عندك قبل ماتش الاهلي والزمالك بكره، يعني هل انتوا رحتوا المعسكر؟ هل رحتوا تدريبات بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي؟ هل لعيبه نادي الزمالك، ولا انتوا ما قربتوش للمعسكرين؟ والله للاسف يا اسلام، كنا طبعا يعني اي حد يعني احنا موجودين هنا عشان نعمل المباراه الاستعراضيه، وفي نفس الوقت طبعا داعمين بشكل كبير لنجاح المباراه ونجاح البطوله. احنا جينا يمكن بس النهارده، فبالتالي ما لحقناش نروح على معسكر اي فريق، سواء حتى لعيبه نادي الزمالك القدامى ما لحقوش يروحوا، لكن اكيد فكره التركيز عند المعسكرين مهمه جدا، فبالتالي تواجد اي حد مننا هناك ممكن تبقى داعمه، وفي نفس الوقت ممكن تكون برضه فيها فكه، فاحنا فضلنا ان احنا نبقى متواجدين مع بعض، نسعد الجماهير قبل اللقاء بالمباراه الاستعراضيه اللي احنا عملناها، وفي نفس الوقت يعني بكره ان شاء الله هنكون متواجدين في الاستاد ان شاء الله نتفرج على المباراه. يعني الاستعداد للمباراه بصفه عامه طبعا في ابو ظبي، يعني الاستعدادات الكبيره لمباراه السوبر، هل انت يعني لمستها من اول ما نزلتوا المطار، لمستها من تواجدكم في المدينه بصفه عامه؟ لا الصراحه، عشان بس ندي كل حد حقه، يعني مجهود كبير جدا من اللجنه الخماسيه استدعاء الكناني وكل الموجودين، كابتن محمد فضل. انت فضل قاعد جنبك ولا ايه يا فاروق؟ لا لا والله، ده انا معايا كابتن خالد بيبو كده قاعدين كده بنتكلم، بعدين انتوا كلمتوني، لكن لا فضل، لا بجد عشان نبقى متفقين كلهم، مش عايز يعني اقول حد او انت حد، طبعا دكتوره سحر عبد الحق ودكتور جمال محمد علي، كلهم صراحه متواجدين ومهتمين جدا بالموضوع، اضافه طبعا للمساعده الكبيره والدعم الكبير جدا من دوله الامارات لنجاح البطوله باستمرار يا اسلام، ده مش اول مره تتعمل هنا، والناس يعني شايليننا فوق دماغهم، ودي حاجه طبعا مش جديده عليهم، ناس محترمه وبيسعدوا جدا بوجود المصريين، بيسعدوا جدا بوجود فريقين كبار زي الاهلي والزمالك في بلدهم، وبطوله دي اعتقد ان هم بقوا يستنوها كل سنه عشان تتعمل في الامارات، لكن في الحقيقه كل حاجه ماشيه سلسه وسهله بالنسبه لنا، اكيد بقى بالنسبه للمعسكرين اللي ان شاء الله هيلعبوا بكره، اكيد الامور بالنسبه لهم سهله، حتى لو فريق عايز يغير مكان ملعب بيغيروا له، مكان اوتيل بيغيروا له، الامور بالنسبه لهم الامور سهله، يعني ان شاء الله نتشوفها بكره في التنظيم، في الحفل اللي هتحصل قبل المباراه الاحتفاليه دي، ان شاء الله تبقى كله يبقى سعيد ومبسوط، ونشوف مباراه جيده تليق باسم الكره المصريه وباسم فريقنا يا كابتن. كابتن محمد فاروق نجم النادي الاهلي السابق طبعا وزميلي في البريمو، بشكرك وترجع بالسلامه ان شاء الله. يعني كابتن خالد، عايز اروح لفكره اقامه السوبر في الامارات، بيفرق يعني عن اقامته طبعا في مصر، فكره ان التسويق للكره المصريه في الدول العربيه بصفه عامه، بيفرق مع اللعيبه، بيفرق في الاداء، بيفرق مع الجهاز الفني، ولا حضرتك شايف ازاي اقامه السوبر في الامارات؟ لا انا يمكن حضرت اخر سوبر 2016، كنا بنلعب النادي الاهلي وكسبنا بضربات الجزاء، انا بصراحه فوجئت بكل حاجه، بملاعب التدريب، بالملعب اللي هيتلعب عليه المباراه، بالجماهير، جماهير الزمالك والاهلي كانت في قمه يعني السعاده وهي بتتفرج على الماتش، والاستاد مليان على اخره، والتذاكر نفذت، والماتش جميل، والاجواء كانت جميله جدا يا اسلام، يعني اجواء فعلا ماتش اهلي وزمالك،
بتفكرني بالماتشات بتاعت زمان اللي كان بيحضر 120 ألف متفرج في الاستاد، تحس بطعم ماتش الأهلي والزمالك. أنا فعلا من زمان ما حسيتش بطعم ماتشات الأهلي والزمالك إلا وإحنا بنلعب في أبو ظبي بالأجواء الجماهيرية الجميلة دي. أعتقد أن كابتن فتحي يعني فكرة الأجواء اللي بنشوفها في السوبر الإماراتي يعني بقالنا 4 سنين سواء حتى أهلي وزمالك أو كان الأهلي والمصري، هل ده سبب ونتيجة غياب الجماهير هنا في المباريات المحلية في الدوري؟ هو طبعا هل سببه إن سلوك اللاعبين أصلا اختلف عن الفترات اللي فاتت عن أيامكو، ولا شايفها ازاي؟ لا يا بص، طبعا انت حتة الجماهير دي حتى هناك حتى في ابو ظبي برضو في اللقاء اهلي وزمالك بتلاقي جماهير كتير جدا، سواء جماهير اهلي وسواء جماهير زمالك. فهي بس الإقامة المباراة في دولة الامارات العربية في ابو ظبي انا شايفها برضو حاجة كويسة جدا، ان دائما بيبقى في تدعيم بين العلاقات بين البلدين. يعني برضو خلينا نتكلم موقعي الاعلام الرياضي كله، الاعلام الرياضي كله بيصب هذا اللقاء، ان اللقاء ده في دولة الامارات العربية، الجماهير بتبقى موجوده في الملعب، الجماهير بتملى الملعب. اذا كان اللقاء يقام في مصر يبقى في تحديد، هيبقى في تحديد بنسبه عدد الجماهير، وفي نفس الوقت بيبقى في تخوف شويه. يعني خلينا برضو بنتكلم في بواقعيه شويه، في تخوف من احتكاك الجماهير مع بعض. ما انت عارف الفتره الاخيره دي بيبقى في احتكاك جماهير، ولكن انا شايف ان لقاء السوبر برضو يقام في دوله الامارات العربيه دي من احسن الحاجات او من احسن الايجابيات في هذه الفتره بالذات. طيب كابتن خالد، اعلام فايلر عن استبعاد رمضان صبحي ده يريح الزمالك، يريح الزملكاويه عدم وجود رمضان صبحي بكره في المباراه؟ هو منطقي جدا ان رمضان يبقى بره، يعني حصلت معانا في ماتش السوبر برضو ايمن حفني كان بيلعب على طول، اتصاب وفعلا قعد فتره كبيره جدا ما بيلعبش، ورجع قبل مباراه السوبر باسبوع طلعناه بره. هو الراحه النفسيه للزملكاويه ان رمضان صبحي مش موجود عشان امكانياته، ولا علشان قصه وقوفه على الكوره انها كانت بتستفز بعض او استفزت لعيبه نادي الزمالك قبل كده؟ ما هو رمضان صبحي لو لعب او كان متواجد وهو مش جاهز مش هيبقى رمضان صبحي. فيعني هو فايلر راجل عملي وراجل بيلعب الجاهز، وراجل شايف ان رمضان صبحي بقاله يمكن اكتر من شهرين، فما يقدرش ان هو حتى يدفع بيه في البدلاء. لان خلي بالك اللي بينزل ده، واسال الكابتن فتحي، اللي بينزل ده بيطلب منه بيعمل مجهود يمكن اكتر من اللي بادئ المباراه، لان بتنزل انت نص ساعه او ربع ساعه المفترض ان انت بتفرق مع الفريق. فاعتقد ان استبعاده ده شيء مش حكايه يريح نادي الزمالك، ده شيء واقعي جدا بالنسبه لفايلر. لا انا بتكلم ان هو وجوده يقلق دايما لعيبه نادي الزمالك. هو وجوده وهو جاهز طبعا لعيب كويس جدا ولعيب مؤثر جدا في هجوم النادي الاهلي ده طبعا بالتاكيد. ضحكت ليه لما قلت لك موضوع وقوفه على؟ لا 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 لا، اصل الموضوع عادية. يعني والله عاديه، يعني عاديه. يعني انت عارف ان انت عارف ان ما فيهاش خروج عن السلوك، عارف ان ولا فيها انذار؟ طب انا في دوريات اوروبيه ناس بتقف على الكوره. حصلت وانتوا بتلعبوا قبل كده؟ ايه معلش، انت في تطور دلوقتي، في النهارده حاجه، النهارده ممكن لعيب يكون عنده مهاره، ممكن لعيب يكون عنده النهارده حاجه تكنيك عالي جدا. موضوع عادي يا كابتن خالد؟ يعني هي اصلا هي في التوقيت كانت استفزاز شويه للعيبه نزل، ولكن هي انا شايفها بتبقى حاجات عاديه. طيب حاجات عاديه ما فيهاش. اذا اتكلمنا على الاستفزاز، يعني جمهور الزمالك وبكره اول مواجهه للكهرباء، هل تتوقع ان يكون في استفزاز للكهرباء؟ وانت حضرتك لو مدير فني تدفع بيه بشكل اساسي ولا تخليه والله بص بديل؟ بص دي وجهه نظر فايلر طبعا. جاهزيه كهرباء برضو بتدي دوافع ان الجهاز الفني يبتدي في التشكيل او النهارده يقعد بصفه احتياطيه، ولكن المؤشرات كلها الماتشات اللي قبل كده ان كهرباء بيبتدي بديل، يعني ممكن يبقى بديل في الشوط الثاني، ممكن يبقى بديل في اخر 25 دقيقه وهكذا الامور. ولكن هنا نتوقف عند نقطة مهمة يا اسلام. اتفضل. ان هورده كهربا يلعب ضد نادي القديم، لو لعب بكره ماتش الاهلي والزمالك لازم يبقى متمالك اعصابه، لان هيحصل ممكن هيبقى في ناس خارجه تشتم، وممكن
حاجات من دي. فهو اللعيب اللي بيدي دايما مؤشر للجماهير ان الجماهير تحترمه والجماهير ما تقدرش تتلفظ بألفاظ يعني بينه وبينك. ولكن الامور كلها لازم يبقى كهربا في قمه الهدوء، مش انا بقول لك بقمه الهدوء، مفيش توتر، مفيش النهارده انفعال، مفيش النهارده شيء النهارده يبقى مستفز لجماهير الزمالك، لان برضو ده كل ده الكره المصريه يعني لصالح الكره المصريه سواء اهلي جماهير اهلي او زمالك وفي دوله الامارات كل ده بينصب لصالح الكره المصريه. وانا واثق ان الجماهير ان شاء الله بكره هتشجع الفرقتين، كل فرق كل جماهير بتشجع فرقتها، ولكن اللعيبه لازم تبقى في روح رياضيه عاليه جدا، مفيش استفزاز للجماهير، مفيش استفزاز حتى للعيبه بينهم وبين بعض عشان يطلع اللقاء لقاء فني، لقاء فني، لقاء فيه روح كويسه، لقاء تحس ان فعلا الناس بتستمتع بيه سواء في دوله الامارات او سواء الناس اللي هتتابعوا من خلال شاشات التلفزيون. ليك راي انت في ازمه كهربا؟ هي مش ازمه، مع يعني هي مع موضوع الزمالك، هي موضوع كهربا ان هو صعب ان هو يبدا طبعا، لان هيلعب يعني نظريا كده هيلعب هو في حسين الشحات وفي كهربا، فلو كهربا لعب في الجبهه بتاعت علي معلول، علي من النوع اللي هو بيتقدم كتير وراجل ان هو مفتاح لاعب للنادي الاهلي وبيروح لفوق كتير جدا، عشان تلاعب قدامه من بدايه المباراه في ماتش زي ده كهربا هتحصل ثغره دفاعيه في دفاع النادي الاهلي، انا من وجهه نظري من بدايه المباراه. لكن كهربا زي ما قال الكابتن فتحي بياخد لسه نص ساعه في ربع ساعه في الكلام ده كله، ما تجيش انت في ماتش زي ماتش نادي الزمالك، ماتش قمه وماتش ليه حسابات زي ما ليه حسابات هجوميه ليه حسابات دفاعيه برضو. لكن لو قلنا جيراردو وكهربا هنقول جيراردو يمكن واخد شويه في مباريات، ممكن ان هو يرجع شويه، ممكن تجيب جيراردو من الناحيه الثانيه وحسين الشحات قدام معلول، فهتبقى العمليه متوازنه حتى من الناحيه التكتيكيه الدفاعيه الهجوميه والدفاعيه. لكن احنا ما بنبصش كهربا كان بيلعب في نادي الزمالك وهينزل هيعمل ايه، لكن انا نزوله هيبقى مفيد للنادي الاهلي اكتر من ان هو يبدا المباراه بالنسبه للنادي الاهلي. انا بتكلم سيبك من المشكله دي، المشكله دي دي على جنب، لكن انا بتكلم فنيا لا نزوله هيبقى افيد للنادي الاهلي احسن اما يبدا المباراه. كابتن فتحي، اصعب مباراه قمه انت عشتها مدرب لاعب؟ لا هو لعيب طبعا ما تنساش لعيب، بص وانت لعيب بتبقى لقاء القمه صعب، اي لقاء قمه بقى في السنوات اللي فاتت دي كل اي لقاء قمه صعب، لان انت بتبقى لعيب دايما بتفكر، دايما بتفكر، بيبقى كابتن خالد يتفق معايا تفكير فردي. انت بتلعب في مركز زي الايسر ده، مين اللي هيلعب قصادي؟ امكانيات اللعيب اللي هيلعب قصادي ده ايه؟ فنيا ايه؟ سريع، دريبلر كويس، لا يعني برضو بتقعد تتخيل سيناريو ليك انت كلاعب، ليك انت لعيب، ولكن كمدرب بتختلف بقى السيناريو، بتختلف. انت النهارده بتقود فرقه، تقود فرقة، السيناريو النهاردة مين اللي التشكيل، مين هلعب بأسلوب لعب ازاي، هفكر ازاي، طب تغييراتي هتبقى ازاي، طب تكتيكيا لو انا مغلوب هلعب ازاي، لو فايز هلعب ازاي، كل دي امور انت بتختلف عن اللعيب. ولكن لقاء القمة زي ما قلت لك دائما لقاء وانت لعيب برضو بتبقى متخوف شوية، بتبقى متخوف، ده لقاء اهلي وزمالك وزي ما قلت لك ده بيتحط لك بصمة في تاريخك سواء كلاعب او سواء كمدرب. هي المدرب بيبقى اصعب لان بتتحمل مسؤوليه ضغط اعلامي، ضغط جماهيري، ناس كتير جدا بتهتم مين الكوتشنج دلوقتي، مين الكوتش دلوقتي في الفرقه دي، مين اللي كسب البطوله دي، فكل ده بيأثر. يعني انا يمكن من اصعب اللقاءات اللي قابلتها كان لقاء اهلي وزمالك، برضو كانت الفرق لو تفتكر المجموعتين، وكان لقاء اهلي وزمالك في برج العرب وكسبنا 2-0، وكانت الامور كلها بالنسبه لي قعدت يومين افكر العب ازاي، انا شايف فرقه الزمالك ودارس فرقه الزمالك كويس، فرقه الزمالك عندها هجوم قوي جدا، بيلعبوا بقوه هجوميه كويسه، ازاي افكر النهارده ان انا كمان استغل الامكانيات اللي عندي، واستغل النهارده ازاي اقفل ثغرات عندي واستغل الناحيه الهجوميه. فابتديت افكر في هذه الامور، قعدت يومين ثلاثه افكر، ومش عايز اقول لك فاجئت اللعيبه، اللعيبه نفسها ما كانش حد عارف، فاجئت اللعيبه، جبت ثلاث استمارات قبل المباراه بيوم بالليل، قلت لهم انتوا الثلاث سوبرات هتلعبوا كذا وكذا وكذا. اللعيبه نفسها استغربت، والحمد لله كانت يمكن الاداء رائع وكسبنا 2-0 هذه المباراه. كابتن خالد، اصعب مباراه قمه بالنسبه لك؟
يمكن اللي انا فزت فيها 2-1 على كل واحد جايب لي المباراه اللي كسبها. لا 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 مش كده مش كده اصلا دي بالنسبه لنا حاجه بتبقى حاجه للمدرب حاجه طبعاً كويسه يعني بالنسبه ان انا كابتن فتحي بيقول انا كسبت نادي الزمالك وانا بقول انا كسبت النادي الاهلي فدي حاجه بتبقى في تاريخك حاجه انت طبعاً بتفتخر بيها وحاجه كويسه وبيبقى انت ظروف الماتش زي ما قال الكابتن فتحي انا برضو عملت حاجه برضو غريبه جدا قبل الماتش برضو الحته المفاجاه دي ان انا لعبت معروف يوسف كنا كل الاستديوهات التحليليه قبل الماتش قال ان الكابتن خالد بيلعب بمحمود عبد العزيز وطارق حامد ومعروف يوسف انا لعبته من بره بلعبته ك 4-2-3-1 من بره ففاجئت النادي الاهلي ان انا ضاغط على احمد فتحي بمعروف يوسف فدي جزئيه تكتيكيه ممكن مش معمول حسابها من النادي الاهلي. الاهلي ولا الزمالك بكره اللي يكسب؟ سريعا انا يعني اتوقع ان اللقاء هيبقى متكافئ فنيا اللي اللي هيخطف مين جول اللي هيكسب؟ انا بشوف توقعاتي الزمالك الزمالك يكسب. كابتن خالد انا لا انا كابتن فتحي كابتن يعني برضو بالمقاييس الفنيه معلش يعني المقاييس الفنيه ومقاييس الهدافين في فرقه النادي الاهلي ومقاييس النهارده السكور بتاع النادي الاهلي السكور بتاع النادي الاهلي وهدافين النادي الاهلي النهارده بيبقى فيه 5-6 هدافين انا شايف ان شاء الله النتيجه في صالح النادي الاهلي. كابتن فتحي مبروك طبعا النجم الكبير والكابتن خالد جلال النجم الكبير بشكركم طبعا شرفتونا احنا ان شاء الله بكره نشوف مباراه طيبه مباراه مميزه تليق بالنادي الاهلي والنادي الزمالك ان شاء الله تكونوا موجودين معنا الفتره اللي جايه باذن الله خلال الفتره ان شاء الله. اسلام انا سعيد اتفضل احنا سعيد ان احنا معاك يا كابتن اسلام وانا بشكر كابتن خالد برضه سعيد ان كنت معاه وان شاء الله نلتقي على خير ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. شكرا. دي يمكن كانت فقرتنا عن مباراه الاهلي والزمالك بكره ان شاء الله في السوبر المصري هسيبكم دلوقتي وهنشوف حوار خاص مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اتكلم في عدد من الملفات المهمه جدا سواء في الكرة المصرية أو الرياضة المصرية بصفة عامة. بشكركم وبكرة هيكون في تغطية بعد مباراة السوبر مباشرة يعني أو لما هتنتهي المباراة هنكون متواجدين معاكم. هيكون معانا الكابتن مجدي عبد الغني، الكابتن رضا عبد العال، الكابتن إبراهيم سعيد. بشكركم وتصبحوا على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. ملفات كتيرة جدا في الرياضة المصرية خلال الفترة الأخيرة من ساعة تولي الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة في أول يونيو 2018. استضفنا كأس الأمم الأفريقية للكبار ثم استضافت أمم أفريقيا تحت 23 سنة إلى جانب تحديات مقبلين عليها بالنسبة للاستعداد لطوكيو 2020 و أزمات خلال الفترة الأخيرة ما بين الأهلي والزمالك وتأجيل المباريات وعودة الجماهير. كل الملفات ديت كان لازم طبعا نكون معاكم فيها ونستضيف بريمو الرياضة في مصر الدكتور أشرف صبحي. دكتور أشرف برحب بيه. أهلا أستاذ إسلام. أهلا وسهلا. يعني دكتور أشرف يمكن تحديات كبيرة جدا في البداية حضرتك توليتها وكنت مركز عليها منذ توليك المسؤولية، أهم التحديات ديت اللي كانت في يعني حطتها في اعتبارك في البداية وبدأت تسير عليها خطة العمل لغاية دلوقتي؟ هو مش تحديات لكن نظرات مستقبلية يعني. ومع النظرات المستقبلية أكيد في تحديات لأن هو أي عمل إداري بيكون فيه دايما تحليل للعمل أو لما بيكون فيه تخطيط يعني التحليل دوت فدايما بيكون ايه قوتك اللي انت بتمتلكها يعني انت ايه مقاوماتك وايه الحاجات الصعبه يعني بنقول عليها ايه نقاط الضعف اللي موجوده يعني وايه اللي بيهدد شغلك دلوقتي وبعدين وتحدياتك ايه ده المضمون اللي ممكن يكون اي حد بيبدا فيه يعني. وزاره الشباب والرياضه وزاره كبيره تقيله وزاره ليها اهداف وابعاد كتيره جدا
مقاوماتها كمان للعمل في الحقيقة، العناصر اللي موجودة والخبرات اللي موجودة والأصول اللي موجودة ليها دي عوامل قوة كلها يعني يدار من خلالها حاجات كتير. التحديات ان ازاي يكون بشكل سريع تقدر تحط خططك ويحصل اندماج وتكيف معاها بشكل سريع جدا، ازاي ان المنظومة الرياضية تكون على تراك بشكل كبير، يكون تراك واحد تتماشى مع الأهداف العامة للدولة، ازاي يكون كل ملف ماشي بشكل بنسميه سكوب فورك، او كل واحد عارف مسؤولياته ايه وتوزيع المهام وتوزيع المسؤوليات. ده كان يعني جزء المرتبط بالتحديات، ان ازاي الرياضة لا يتم اختصارها فقط في كرة القدم كرياضة إعلامية. ده من ضمن التحديات اللي يعني حاططها بشكل كبير جدا. ازاي يكون في ابعاد كتير للرياضة من ضمنها التنمية والرياضة والصحة، الشيء المهم جدا. ازاي كمان يتم تأثير ما بين الرياضة على الشباب، الفئة العمرية الكبيرة اللي مصر بتمتلكها، ازاي ان الابعاد المحددة للرياضة من خلال بعدين احنا بنشتغل عليهم، بعد التنمية الرياضية والرياضة والصحة والتنمية، وبعد الرياضة القمية ورياضة البطولة، مش بس لعبة بعينها لكن كل الألعاب تكون موجودة. ازاي يكون في تخطيط لفترة طويلة ويتم بشكل كبير قوي الاستعداد ليه والعمل فيه باستمرار دون الإحباط، الاستعداد دايما لأي أزمة تكون موجودة عن طريق البدء في مقاومتها قبل ما تبقى أزمة، وكمان ايه عناصرها عشان لما تحلها ما تكونش أزمة بشكل كبير. دي كلها كانت رؤية وخريطة كبيرة جدا، ازاي يكون في استعداد دايما لاستضافة الأحداث الرياضية وبشكل كبير، ومصر تكون هب لهذا الموضوع. يعني ازاي ان احنا نعمل ابعاد اقتصادية للرياضة، الرياضة تكون منتج، ومنتج يعني سلعة مرغوبة يكون ليها تمن وتغطي التكاليف بتاعتها بقدر الامكان. ازاي ان احنا كمان نتماشى بشكل سريع جدا مع رؤية القيادة السياسية اللي بتدي دفعة كبيرة جدا للرياضة المصرية والقطاع الشباب كمان. ازاي الدكتور اشرف صبحي او وزاره الرياضه بتتعامل مع السوشيال ميديا؟ وانت عارف حضرتك يعني هل هي ليها تاثير في القرارات اللي ممكن الوزاره او حضرتك كوزير يعني تاخد القرار على اساس طبعا السوشيال ميديا ولا ايه؟ السوشيال ميديا هي لازم نعترف بيها ولازم نعترف بتاثيرها ولازم نتعامل معاها، بس ما تكونش هي المحرك لاسلوب عملنا. ازاي ان احنا نتحرك عليها ونتحرك بيها، انما هي ما تاثرش ان يتغير المود العام او الشغل علشان السوشيال ميديا. بمعنى ان التغير السريع في علم الاتصالات والاتصال بقى غير متوقع كل لحظه، غير متوقع، وده بنسميه كده في علوم الاداره رابيدلي تشينجينج، يعني هو تغير سريع ملهوش معايير وقتية وغير مفهوم. فبالتالي التوسع الشديد في علم الاتصال نتج عنه التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي كمان بندرسه، يعني ايه هو الوسائل اللي موجودة او ايه هي الوسائل اللي موجودة، ايه الاكثر شيوعا واستخداما، لان بتختلف من بلد لبلد. يعني مثلا في منطقة الخليج وبعض الاماكن الغربية هي الانستجرام وتويتر هي اللي بتاخد الاستحواذ الاكتر. في مصر الفيسبوك هو الاكتر شيوعا مثلا، وبعدين بينزل بعده التويتر والانستجرام. فبالتالي استخدامنا ليها للادوات ديت لازم يكون عن علم، يكون في ادراك ليها، ندرب الناس عليها كويس، وكمان ازاي نحللها ونرصدها لو في حاجه تخص الاعمال الوزاره، ولو في حاجة احنا عايزين من خلالها يعني نعمل انتشار بشكل كبير جدا للي احنا عايزين ننشره من اهدافنا ومستهدفاتنا في المجتمع لازم نستخدمها. والسوشيال ميديا هي جزء من الديجيتال، والديجيتال
أصبح الإعلام الرقمي شيء مهم جدا جدا، يجب أن يحترم ويجب أن يدرس ويجب أن يتم التعامل معه. بالإضافة إلى الوسائل الأخرى، يعني الإعلام بقى المقروء والمسموع والمرئي، كل حاجة بيكون لها عوامل قوة ولازم تكون موجودة عشان يكون في تأثير من خلالها لبرامجنا في المجتمع. هي بتأثر فينا في إيه؟ ما بتأثرش فينا، لكن بنحللها علشان نشوف إحنا ماشيين إزاي، والاستعداد لأي قرار مبني على معلومات، والمعلومات بقت موجودة هنا بشكل أكتر وأكتر. طيب دي درجة أهميتها. طيب الإعلام ليه تأثير؟ يعني دايما فرقة، خلينا نتكلم بلغة لعيبة الكورة أو المدربين، لما فرقة تتغلب بتحمل الإعلام المسؤولية، لكن في نفس الوقت هل الوزارة نفس القصة؟ يعني هل الوزارة بيشوف ان الاعلام ليه دور ايجابي ليه دور سلبي مع وزارة الشباب والرياضة؟ وزارة الشباب والرياضة بصفة عامة خلال الفترة اللي فاتت بيتجاهل امور معينة، بيركز على سلبيات معينة، ولا حضرتك بيتعامل معها ازاي؟ بص، الاعلام بالنسبة لي دايما بقول عليه شريك نجاح، والسادة الاعلاميين اللي موجودين في الوزارة اللي هم بيغطوا الوزارة لازم يكون حجم العلاقة معاهم فيها شفافية وفيها يعني ارتباط بالحدث بتاعنا وارتباطنا بأحداثه، لأن دي من مقومات النجاح. الإعلام يعني دراسته كده وتحليله بالنسبة لينا هي بتكون مرتبطة بحاجة اسمها ميديا ريليشنز أو العلاقات الإعلامية. المؤسسة هي بتحسن العلاقة الإعلامية مع الإعلام، والإعلام بيحاول يعرف الخبر من المؤسسة اللي موجودة. فأنا المؤسسة مش أنا الإعلام، فبالتالي لازم أحسن وأجيد العلاقة مع المؤسسات الإعلامية لصالح المؤسسة اللي احنا فيها. المؤسسة دي هي وزارة الشباب والرياضة والمجتمع اللي هو مصر، وقد يكون حاجات تانية عايزين ننقل صورة ذهنية لبرا مصر في حاجات أخرى من خلال الإعلام والوسائل الإعلامية. الإعلام لما بيكون في حاجة أو خبر، ده بالنسبة لينا هو رصد وتحليل. الرصد والتحليل يا إما خبر سلبي موجود في المجتمع وهو الوزارة مش فيه خالص ومش سبب، بس هي بقت موجودة فيه، يا إما خبر بقى متداول بشكل كبير جدا ولازم نعمل حسابنا وده هيؤدي إلى أزمة لازم ندخل ونرد أو نشوف الواقع إيه، يا إما إحنا عايزين نقول للمجتمع على موضوعات لازم المجتمع يعرفها. دي كلها ميتشوال، يعني تبادل أو أجزاء تبادلية، ولازم نبقى إحنا عارفين إحنا عايزين من الإعلام إيه، ولازم كمان الإعلام يكون هو كمان عايز مننا إيه، بس إحنا اللي نقدر من خلال التخصص ومن خلال احترافية الأداء نقدر نخلي الإعلام هو عايز مننا إيه عن طريق تجهيز دايما الخبر اللي يهتم بيه الإعلام. ودايما الإعلام يعني الإعلام في دراسته، وفي مثل شهير كلنا عارفينه، الإعلام بيهتم بالخبر الجيد الجديد، فدايما بيدور على ان الانسان اللي عض كلب، ده في الدراسات الاعلاميه هو ده الخبر دايما يعني الاعلامي بيدور عليه. الاعلامي بقى صحفي اعلامي كاتب وهكذا، مش هيدور على ان الكلب هو اللي عض الانسان لان ده الطبيعي، فدايما بيدور على الخبر. فانت بتعمل شغلك العادي وبتديه، الاعلام عايز العادي ده وعايز غير العادي، فالجزء ده بيخلينا نكون منتهى الشفافيه في كل اجراءاتنا في كل ادائنا علشان دي الاخبار اللي موجوده. فاصبحنا informing the people ان احنا بنقول اخبار عملنا ايه، مش البحث ورانا في اخبار يعني احنا مش عارفينها. طيب خليني اتنقل لحاجه مهمه جدا، يعني مصر الحمد لله نجحنا الفتره اللي فاتت في تنظيم بطولتي امم افريقيا سواء للكبار او للتحت 23 سنه. ده خلى الطموح اكبر عند المصريين ان احنا ممكن ننظم بطولات عالميه بشكل اكبر. نجحنا كمان في تنظيم حفله افضل لاعب في افريقيا. فهل ده ممكن في خطه الدوله الفتره اللي جايه، في خطه الوزاره ان احنا نستضيف بطولات عالميه؟ احنا يعني بيسموها كابيبل تو هوست، يعني احنا امكانياتنا تسمح باستضافه اي حدث. وده خلاني اول ما بدات يعني في اول اسبوعين يعني عملت لقاء
موسع مع الساده الاعلاميين اللي بيغطوا الوزاره، وقلنا دي استراتيجيتنا ودي رؤيتنا الجديده اللي هنشتغل عليها، وحطينا كمان ان احنا نقدر نهوست او ان احنا نستضيف بطولات افريقيه او عالميه، وان احنا لازم يكون من دلوقتي بنستعد في منشاتنا لبطوله عالم كره قدم او اولمبياد. بس الكلام ده يعني المفروض يعني يبان 20-30 وانت طالع، بس نكون مستعدين يعني. وشاءت الظروف ان احنا نستضيف من غير سابق انذار بطوله افريقيا، كاس افريقيا كره قدم الكبار وبعدين الناشئين بعدها. وده دعم الرؤيه بتاعتنا اللي احنا طرحناها، وقلنا احنا نقدر فقدرنا، وقدرنا هاي اند وهاي ليفل. هاي اند يعني احنا اقصى حاجه ممكن من تنظيم حد يعملها عملناها. الاتحاد الافريقي قال دي كاس عالم مش كاس افريقيا، وقال على 23 سنه دي بطوله كبار وبطوله كبيره جدا مش بطوله ناشئين. احنا اول مره نشوف ده في بطوله للشباب يعني. فكمان احنا بندعم ده بان احنا بنستضيف بطولات واحداث الكوره، يمكن عشان الاكثر شهره ومعرفه لما بنحصل بطوله زي كده، لكن احنا بنستضيف بطولات دوليه وبطولات عالم تقيله جدا وكبيره جدا في الالعاب المختلفه. استضفنا في السلاح بطوله عالم كبيره جدا، استضفنا في التايكوندو، استضفنا في كل الالعاب المختلفه بطولات كبيره جدا وتقيله جدا وكلها عالم، ونظمها برضو بشكل كبير. استضفنا في البولي كاس عالم، هنستضيف 2021 كاس العالم للهاندبول، ودي يعني اول مره هتعملت 32 زي بالظبط كاس افريقيا اول مره هتعملت 24، كانت 16 بقت 24، كنا 24 او كانت 24 هتبقى 32 في الهاندبول، وده العالم كله جاي وحاجه كبيره جدا 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 جدا، وزيها بالظبط زي كاس العالم كره قدم بس دي كاس العالم هاندبول. والاتحاد الدولي يعني في لجان وبيبعت لجان على طول، وبنعمل منشآت جديده بشكل كبير جدا وبنأهل نفسنا ليها. علشان كده احنا بنقول بقى في يعني خبرات بقت موجوده للجان اللي بتشتغل وبينقل الخبرات ديت لتكون جاهزه في اي وقت تنظم. عندنا كمان جيل يعني من المتطوعين كبير وكتير واتمرن على حاجات كتير في الحقيقه يعني. فبالتالي لا احنا نقدر كمان، حتى الاستادات اللي اتعملت استادات بقى استادات يعني استاد القاهره او الاستادات اللي موجوده اتاهلت بشكل جيد جدا. بنسمع دايما عن عوده الجماهير، الموسم اللي فات اتقال ان الجماهير هترجع، اتقال باعداد معينه، لسه لغايه دلوقتي برضو ما فيش قرار نهائي لعوده الجماهير. بص هو في الجزء ده اكيد يعني دايما زي ما اول ما بدات قلت لازم يكون في مشروع من اتحاد الكوره، انا اول ما بدات قلت كده في الاعلام لازم يكون في مشروع، وعشان كده عملنا الاجتماع الاولاني مع كل اتحاد الكوره والانديه وقلنا يا جماعه لازم نطلع بمشروع، وبدانا بالمشروع المتدرج اللي هو كان بدايه 5000 وتنسيق يعني ما بين اتحاد الكوره وما بين الجهات الامنيه. وجات افريقيا فول كاباسيتي للسادات واشتغلنا عليها على اعتبار ان دي يعني مباراه منتخب ونجحت بالنظام اللي موجود. تاهل 6 استادات يعني 6 استادات مؤهلين ان هم يستوعبوا الجماهير، استاد القاهره، استاد السلام، استاد الدفاع الجوي، استاد السويس، استاد الاسماعيليه، استاد العرب. برج العرب موجود من الاول بس يعني التاهيل بتاعه فيه بس مش نفس المقاومات اللي موجوده اللي تم تاهيلها استاد الاسماعيليه. فبالتالي ال6 استادات هو يعني مش كفايه على عدد الفرق اللي في الدوري، على عدد المحافظات اللي موجوده، بتكلم على دوري المحترفين الكبار. عشان كده في مشروع قومي تاني بيأهل يعني بعض الاستادات الاخرى. فبعض الاستادات الاخرى يعني ايه؟ يعني في تيرنستايل جيتس او البوابات الالكترونيه، وفي الكاميرات اللي بتكون موجودة لكل المدرجات والدخول للأكسس كنترول سموها فيس ريكوجنيشن يعني، وفي الكروت اللي هي التذكرة بالكارت الدخول بتاعها، وفي الفان اي دي. السيستم ده لما يتم تدويله زي ما حصل في أفريقيا مش هيكون في مشكلة، لأن أي حد يجنح إلى عمل مشاغبة ما هو هيبان على السيستم لأن الداتا بيز موجودة فهيقفل مش هيدخل. لو في مشاغبة أكتر الكاميرات بتجيبه، فنقدر أو يقدر الأمن يتعامل مع الموقف وقتي، وكمان يقدر إن هو لما يجي يدخل هو هيدخل أو اسمه من ضمن الناس اللي مش هتبقى موجودة. السيستم ده كله المفروض إن هو يعني يتم التجهيز للموسم القادم،
ويتلعب على ست استادات اللي موجوده من خلال المشروع اللي مقدم من اتحاد الكوره طبعا مع الاتحاد والانديه والجهات الامنيه للتنسيق في هذا الموضوع، واحنا باك اب يعني احنا برضو بندفع الى هذا الموضوع. اي هوب او ان انا اتمنى ان هو يتم تجهيزه من خلال اتحاد الكوره مشروع يقدم. احنا اهلنا السادات اهو، وفي عندنا كمان بطوله العالم العسكريه ان شاء الله دي في 2021 هيضاف كمان استاد اخر، هيبقى 7 استادات زائد الاستادات اللي عايزين ناهلها، هتكون قابله ان هي يستضاف عليها الجماهير ويتم التنسيق، لان بقى في شركه امن مدني على اعلى مستوى، الشركه الافريقيه احنا شفناها في افريقيا، بقى في الشركات اللي بتعمل الفان اي دي وبتعمل التيكتنج، يعني دي كلها مقاومات ان احنا نقول نقدر بقى ندخل الجماهير. فلازم نراعي احنا الموسم خلاص السنه ديت نص الاولاني والتاني هيبدا، فخلاص سيستم بقى واحد يعني على ما هو عليه، انما لازم نفكر على الموسم القادم هيكون شكل ايه. لو احنا بنبدا 9 السنه الجايه ان شاء الله لازم يبقى في تحضير جامد جدا وجيد من الاتحاد الكوره لهذا الشكل. طيب لو الاهلي والزمالك يعني وصلوا او وصل احدهما لنهائي دوري الابطال، هيقام على استاد القاهره يعني بال 100,000 او بالسعر النهائي او 75,000 62,600 زي ما هو افريقيا احنا وصلت الكثافه لاعلى مستوى فيها مش كده ولا ايه؟ فاكيد ده هيبقى في تنسيق معاه مع الجهات الامنيه معانا كلنا يبقى للبطوله ديت، واحنا يعني احنا بندعم يعني انا لازم ادعم الفرق المشتركه كلها في افريقيا. عاملين لك صداع الاهلي والزمالك؟ لا ده شغلي. هنجاوب على ده بعد الفاصل. بعد الفاصل هنشوف الصداع اللي عامله الاهلي والزمالك للدكتور اشرف صبحي. لسه مكملين معاكم مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. دكتور اشرف يعني اولا طبعا برحب بيك مره ثانيه. الاهلي والزمالك عاملين لك صداع. بص الاهلي والزمالك عمرهم ما كانوا صداع ولا هيكونوا صداع. واداره البطوله هي مقاومتها اداره احترافيه. واداره احترافيه يعني هي لغه مال، لغه تعاقدات، لغة مسابقة إذا تنافس. فدي كلها لما تحطها على بعض إن هو لازم يكون فيها يعني حاجة بنسميها ويل مانجمنت يعني إدارة جيدة. فبتتعامل مع منظومة بيديرها اتحاد كورة والناديين الكبار والأندية اللي موجودة في مصر يعني. وما بينهم بقى المؤسسات الأخرى زي الإعلام وطبعا المشجعين اللي بنسميه ماس كوميونيكيشنز اودينسز يعني مشجعين على مدى كبير جدا يعني. المقاومات دي كلها هي الاداره مش سهله، فلازم يكون في توقع ان في اي وقت ممكن تحصل مشكله. لكن القدره على حل المشكله هو ده مدى الاحترافيه يعني. ايه اصعب مشكله حضرتك واجهتها مع الاهلي والزمالك في الفتره اللي كان بالنسبه لي الاهلي والزمالك يعني كلنا اجيال طلعت على ان الرياضه يعني مش عايز اقول رياضه كوره بس هي كوره اهلي وزمالك واهلي وزمالك وبيظهر الانديه الشعبيه اللي بنحترمها وبنحبها كلها بتكون ليها مواقف كبيره جدا، ده الاسماعيلي ده المصري ده الاتحاد وهكذا يعني مش عايز ما اذكرش اسم يعني السويس يعني. فالاهلي والزمالك هما بالنسبه ليا يعني قوه ناعمه يجب حسن ادارتها وحسن توجيهها، بمعنى ان احنا يعني كنا بره مصر في خارج خالص يعني القارات كلها الاهلي والزمالك موجود. اشتغلت في الخليج الاهلي والزمالك ده حاجه كبيره جدا زيها زي الفن يعني مصر كده يعني الاهلي والزمالك والفنانين الكبار اللي موجودين بصفه خاصه الافلام القديمه يعني. ف
الحقوق الرايتس او الحقوق التجاريه وحقوق النقل وحقوق البث التلفزيوني بقت تداولها عند كل الناس، وحصل احتكار لبعض القنوات ان هي اخذت الحقوق الكتيره بتاعت اوروبا وبدات هي تبيعها. ف يعني ده اصبح موجود عند يعني دول العالم والدول العربيه، اصبح في بدائل تانية كتيره زي ريال مدريد وبرشلونه في انجلترا، الدوري الانجليزي محمد صلاح عشان بقى في ليفربول، لكن دايما يعني الفرقه موجوده. فكان في تنافس او بقى في تنافس ما بين الاهلي والزمالك الديربي بتاعنا او الفرقتين الكبار قوانا بتوعنا، وما بين الانديه الكبيره الاخرى بصفه خاصه ريال مدريد وبرشلونه. واصبح ان كل حد بيحب الكوره بيقول للتاني انت ريال مدريد ولا برشلونه، فتبدل الموضوع انت اهلاوي ولا زملكاوي. وده عندنا في بلدنا وهينقل لحاجات تانية. فبالتالي احنا ورا بصفه بقى المسؤول والدارس، احنا لازم نعمل البراندنج او ريبراند الاهلي والزمالك تاني، ولازم يكون مستوى تنافس في منتج اسمه الدوري المصري قوي وكبير، ولازم يرجع ده لشعبيتهم في الاماكن المختلفه بصفه خاصه عندنا يعني في مصر. فدخولي دايما في الموضوع يعني قبل ما ادخل على اللي انت عايزه تدخله في الموضوع، هو ازاي نستعيد بريق الاهلي والزمالك، ازاي لما تبقى في مشكله تتحل علشان الوازع القومي موجود. لكن هي على الجانب الاخر كرجل تسويق، هي بيزداد تسويق براند الاهلي والزمالك لما يحصل موضوع. فلما بيحصل موضوع بيحصل ان الجماهير موجوده اهلي ولا زمالك تاني. فعلشان كده انتقال السوبر المصري لبره مصر، يمكن ده سؤال عند حضرتك كنت نوهت عليه، انا بلحمه بالسؤال دوت يعني. انتقال الموضوع ان الاهلي والزمالك نصدر هذا اللقاء في شكل سوبر او في شكل غير سوبر، ان يتلعب بره مصر، ده شيء مفيد جدا جدا للكره المصريه، مفيد ومفيد جدا جدا لتوريد شعبيه الانديين تاني. وده هيحصل ان في حقوق تجاريه للماتش بره مصر بقت موجوده، هيحصل ان كمان الجاليه المصريه في الامارات او في الدول العربيه كتيره جدا فهتروح، هيحصل كمان ترويج سياحي للبلد لان في ناس هتقطع تذاكر من هنا هتروح وهتحجز اقامات. فكمان المنتج كمان اللي هو السيتي ماركتنج، لان المدن بتسوق بالرياضه بشكل كبير وفعال كمان يعني. هيحصل كمان ان شركات الاعلانات اللي موجوده سواء من هنا او من هناك هتحجز وتدفع علشان تبقى موجوده. ما بقولش ده هيقول لمين، انا بتكلم تسويق منتج كبير جدا. اذا احنا لما نورد المنتج ده شيء مهم جدا. وانا اشتغلت في حياتي يعني مسكت قطاع التسويق والاستثمار، فكان جزء من الشغل ان انا ازاي اورد المنتج ده. عشان كده عملنا يمكن جوله كبيره جدا انا كنت مدير تسويق نادي الزمالك رئيس قطاع التسويق والاستثمار. وفتره كانت فتره كلها يعني الفتره اللي حصل فيها توقف يعني، عملت تسويق للفرقه تلعب مباريات بره مصر. واصبح ده عوائد يعني ما كانش في دخل تاني غير ده. العوائد دي كانت بتيجي من بره على البنوك علشان ما فيش فلوس في الفتره 2011 واحداث 2012. فبالتالي المنتج بتاعنا اللي هو انا بقول ازاي احول واحده من التحديات، احول الرياضه لمنتج واحول الرياضه للتسويق، بالرغم ان هي خدمه وانترتينمنت فيها جزء الترفيه. احنا عملنا وزاره الشباب والرياضه مذكره تفاهم مع مجلس ابو ظبي الرياضي، ومن ضمن الحاجات اللي موجوده التفاعليه انه يعني تقام مباراه السوبر، بس طبعا باشتراط موافقه الاتحاد المصري والانديه، وخلينا الاتحاد يبدا يدخل ويعني يحصل بقى تفاوض في شغله. يعني احنا عملنا المنظومه الحكوميه، لكن شغله ان هو يتفاوض ويشوف هيوصل لايه والحقوق اللي موجوده والانديه تكون موجوده معاه، هي كمان يحصل لها بينيفيتس او فوائد احسن من ما قبل. يعني تفكر انك تحل طبعا العلاقه ما بين مجلس اداره الناديين افضل مما هي عليها دلوقتي؟ بص هقول لك على حاجه، احنا يعني طول عمر الجهات المتنافسه يعني ده مش معناه ان هي توصل لخصومه، ده مش مظبوط. بس التنافس ده ايه؟ يعني انا افضل ازاي احقق مكاسبي، فانا الافضل في مستوى الاداره، افضل في حاجات عشان كده بفوز. يعني انا بتكلم بالبلدي شويه. فالتنافس ده هيفضل تنافس،
والا مش هتلاقي لذه الكوره. انما وصوله للخصومه والمشاكل ده اللي مش مطلوب، ولا المطلوب على مستوى ما انا وزير شباب. حاولت تحله ولا صعب؟ لا لا، انا يعني بحل وهحل ولا امل. ف زياره حضرتك للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي عملت مشكله الناحيه الثانيه مع نادي الزمالك؟ لا لا، عمر ما الكلام ده. بص، سلوكي كانسان يعني بحسب خطواتي يعني، وفي حاجات بيبقى فيها توفيق من عند ربنا يعني. بس هو الموضوع كان كمان انساني، لان هو كابتن محمود يعني، هو كابتن محمود الخطيب كابتن مصر اكيد طبعا، وزي ما بنقول كده هو ليجند يعني، واحد من اساطير الكره المصريه والافريقيه. طبعا. وهو بيترأس نادي كبير طبعا، وهو يعني كابتن محمود الخطيب لما تعب لازم اروح له واشوفه اكيد. وكان الموضوع غير الازمه كمان، هو ما بيتحركش من البيت وده كابتن محمود الخطيب. فزيارتي ليه بالعكس يعني زياره فيها زياره انسانيه، وده شيء مهم جدا. وكمان لمناقشه حاجات هو في البيت، مش في المكتب، ما يقدرش يجي لي، ما اقدرش اتقابل في حته. فبالتالي كان الامور كلها مع بعضها، وكان الموضوع فيه سوء تفاهم لازم يتحل دلوقتي. يعني في حاجات يعني لازم الديزيشن تاخده دلوقتي، ولازم يعني ما تطولش، وفي حاجات تاخد وقتها وتتنسي. يعني في بعض الحاجات ذاكره العوام 3 ايام. هي الموضوع بيظهر كبير وبعدين يبدا ينزل لغايه لما يتلاشى. ففي بعض الموضوعات سيبها لما تتلاشى، وفي من الموضوعات لا ما تسيبهاش لما تتلاشى، لازم يعني مع دراستك ليها. لان برضو احنا يعني فخامه الرئيس لما بيتكلم بشكل واضح وصريح، تحدياتنا هي للدوله المصريه، ولازم يبقى في تماسك كبير جدا، لان الصالح العام هو الاساس اكيد. فبالتالي احنا كمان في الرياضه لازم نكون يعني في الرؤيه دي، الصالح العام هو الاساس، ولازم يبقى كلنا تماسك. طب هل في تحديات خارجيه؟ في تحديات خارجيه كتير. هل في ناس ما تحبش ان يبقى في يعني اي مجال من المجالات، واحنا المجال الرياضي الدنيا تبقى ماشيه؟ في ناس مش عايزه ده. في ناس عايزه تزود الفرقه، في ناس عايزه تزود الفرقه من بره مصر او كده. فبالتالي لازم يكون يعني وهاف تو ريلايز الموضوع، ان احنا نبقى مدركين ايه ونعمل ايه، ده المحرك السلوك بتاعي. طيب يعني برضو على الناحيه الثانيه في نادي الزمالك في برضو كان ازمه في فتره من الفترات، ازمه ما بين مشار مرتضى منصور رئيس النادي وهاني العتال. بص، المواضيع دي انا يعني بتدخل للحاجات القوميه وبتدخل في ضوء القانون. الحاجات اللي موجوده اللي هي الشان الداخلي للانديه مش بتدخل بيه خالص لاي شان داخلي. يعني الشان الداخلي للانديه في جامعات عموميه تقدر تقول، وفي قوانين ولوائح تقدر تحل، وفي يعني جزء بقى فيه اللجنه الاولمبيه موجود. انا بمثل الدوله، فبمثل الدوله عندي قانون بحترمه جدا وبنتعامل من خلاله، ولو في تعديل او مقاومات بنقول ندرس ايه اللي يتعدل فيه. طيب خلينا نروح لملف تاني، هو ملف محمد صلاح. هل يعني حضرتك لما توليت المسؤوليه، يعني محمد صلاح كان فتره من الفترات كان في مشاكل مع اتحاد الكوره فتره سابقه قبل كده، هل بقى في رؤيه في كيفيه التعامل مع محمد صلاح؟ رؤيه اساسيه ورؤيه كبيره جدا، ومن اول يوم يعني مسكت كلمت محمد صلاح واتقابلت معاه وقلت له اكيد يعني احنا انت محمد صلاح وانت كابتن كبير، واحنا بالنسبه لينا في قراري الذاتي احنا يعني ما حدش وصل قبل كده بالكره المصريه ومن خلال الكره المصريه للي وصل ليه محمد صلاح. اكيد محمد صلاح واحد من 3 على مستوى العالم في اهم رياضه على مستوى العالم واهم نشاط على مستوى العالم. محمد صلاح بيحترم من كل العالم، وبقى نموذج وموديلنج الناس عايزه تعمل زيه وعايزه تشوف ايه، واصبح بي ار كامبين هو نفسه، حمله علاقات عامه متنقله، وكمان هو اكتسب مقاومات احترافيه بقت مختلفه جدا، بدليل ان هو مستمر ومحافظ على ادائه، ما اكتفاش بدرجه معينه من النجوميه او درجه معينه من الاحتراف او درجه معينه من الاموال، ما اكتفاش. وبيعرف يدير ذاته وامواله، بيعرف يدير ملفاته كويس جدا. محمد صلاح، احنا بنقول محمد صلاح بيتنقل باسم مصر، يبقى احنا كمان لازم نحافظ على محمد صلاح، محمد صلاح يحافظ علينا.
الميتشوال اللي موجودة ديت أو العلاقة دي لازم تكون موجودة مع اعتراف إن اللاعب المحترف بقى مؤسسة اقتصادية لوحده، يعني هو كيان اقتصادي بيمثل شركة، هو اسمه شركة، لأنه حجم عوائده وحجم تقديره السوقي وحجم التأمين عليه بمليارات من الأموال، يعني مليارات مصري ومليارات غير مصري. فبالتالي احنا لازم نتعامل معاه من هذا المنطلق، نتعامل معاه ان هو نجم كبير زي بقية الدول ما بتتعامل مع، يعني الأرجنتين بتتعامل زي مع ميسي، البرتغال بتتعامل زي مع كريستيانو رونالدو وهكذا، يعني لغاية دلوقتي الأرجنتين بتتعامل زي مع مارادونا، لغاية دلوقتي البرازيل بتتعامل زي مع بيليه كليجنت. يعني انا لازم اديله احترامه، وكمان احنا لازم نعرف ان هو المؤسسة الاقتصادية ديت بيكون ليه مدير اعمال او يعني بيسموه سبورت مانجر او ايجنت او هكذا، مسؤول عن ادارة ملفه، فبيكون ليه رأيه الدائم دائما الاحترافي في بيسموه في التسويق الايمج رايتس، هو حق الصورة بتاعته ايه، حقه يتصور مع مين، السبونسر بتاعه هل بيحصل كونفليكت مع سبونسر تاني لي محلي او سبونسر دولي، هل بيحصل يعني اختراق تسويقي في حاجه، دي كلها بيكون الوكيل بتاعه. عشان كده لما نتكلم مع الوكيل بتاعه ونتكلم معاه لو في حاجه فيها تسويقين، وفي نفس الوقت كمان هو بيمثل منتخب مصر، فدي كلها مقامات لما بشرحها على المستوى الاحترافي لازم نكون اخدين بالنا منها، ولما ناخد بالنا منها هنتعامل مع الملف كويس. هيكون موجود مع المنتخب الاولمبي في الاولمبياد ولا ما هو مين قال لا؟ يعني دي محمد صلاح، يعني مين قال لا؟ لا يعني ليفربول ممكن بيتكلموا ان هي مش في الاجنده الدوليه، صعب ان ما فيش حاجه جت رسميه للاتحاد، والاتحاد ما اختارنيش بحاجه رسميه خالص، لكن ممكن حضرتك يعني اكيد لو في حاجه نتكلم. يعني ملف طوكيو مش شايفين استعدادات، مش شايفين الاتحادات، مفيش، هل في رؤيه معينه للاستعداد ل 2020؟ حضرتك شايف توقعاتك الميداليات اللي ممكن ناخدها، هل ممكن يكون في الالعاب الجماعيه الالعاب الفرديه، هل ده تاثير طبعا ازمه اتحاد رفع الاثقال، هل ده ممكن يبقى ليه تاثير سلبي في حصد ميداليات في الاولمبياد؟ يعني رؤيه حضرتك لطوكيو 2020. بص احنا من اول تولي الملف يعني وثيقه القياده السياسيه كان من ضمن الملفات المهمه جدا اللي تعاملنا فيها مع اللجنه الاولمبيه بشكل سريع بشكل محدد بشكل مدروس. اتعمل دراسه من خلال اللجنه الاولمبيه على مين من ولادنا اللي ممكن تاهله، وطبعا احنا البدايه دي يعني سنتين قبل 2020 ده مش كفايه، عشان كده انا لاحم 2020 و2024 و2028 وان باكج للاستعداد ليهم يعني. لكن 2020 احنا حصل الدراسه وجبنا لجنه علميه قعدت مع كل رؤساء الاتحادات، خرجنا بحوالي يعني احتمال تاهيلهم والمنافسه 28 لاعب يعني، وال 28 لاعب احتمال فيهم خمسه يكونوا يعني من خمسه الى سته اللي فيهم يعني تنافس عالي يعني او ممكن ينافس على ميداليه يعني. عملنا البادجت المالي واحنا ماشيين على دفعات بحيث ما يكونش في اي تاثير مالي للاستعدادات اللجنه الاولمبيه والاتحادات، وكمان عملنا نظام جديد ان احنا اللاعبين يكون كل لاعب ليه راعي، واحنا بنوقع بروتوكول ثلاثي بيكون كل لاعب مع الراعي بتاعه، مع المدرب المدير الفني بتاعه ومعاه المؤهل النفسي ومعاه مؤهل اللياقه البدنيه ومعاه التغذيه، ومعظم التاهيل للالعاب الفرديه بيكون عن طريق البوينتس يعني بالرانكس، بيسافر بطولات دوليه بياخد رانكس عشان يتم التاهل او من خلال التاهل للقاره. الفتره دي شغاله البطولات بتسمع مثلا فلان تاهل فلان تاهل فلان تاهل، ايه احنا في الفتره دي ديت، واكيد يعني البرامج اللي موجوده دلوقتي في المعسكرات في الشغل مع الاتحادات كلها شغاله، كل الاتحادات وكل اللاعبين. حضرتك متفائل بال بص انا مخطط ل 2024 كويس، 2020 متفائل ان شاء الله يكون في نتائج، لكن هي زي ما قلت لك في حوالي 28 لاعب اللي هيدخلوا في مجال المنافسه يعني هتاهل وينافس، لكن احنا من 3 ل 5 اللي ممكن يصارع على ميداليه. طيب من ضمن الاهتمامات بتاعت حضرتك في الفترة الأخيرة التعامل مع ملف الكاف ومقر الاتحاد الأفريقي، والاجتماعات كانت مع
انفانتينو ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. هل الاجتماعات ديت كانت مقتصرة بس على مقر الكاف ولا على أمور أخرى إحنا ما نعرفهاش؟ في أمور كتيرة كانت موجودة، بس أنا عايز أقول لك المقر، اتفاقية المقر أو اتسأمست يعني دي واجبة النفاذ، واجبة العمل، مفيش فيها رفاهية. هو الاتفاقية المقر بتجدد كل 5 سنين، من سنة 2017 لم تجدد، وإحنا جينا يعني آخر 2018 لم تجدد، وكان في يعني حاجات كتير واحداث كتير، يعني بقى في مطمع الى ان يعني نبضه يخرج، وحصل جماعه عموميه وتم يعني. فكان لازم نشتغل في الملف ده بشكل قوي، اشتغل فيه بشكل تنسيقي. طبعا مجلس الوزراء كله ساعد في هذا الموضوع، وتنسيق مع وزاره الخارجيه والجهات المعنيه. كان في اولويه وقوه في التعامل في الحقيقه بشكل كبير جدا واحترافية، وخلصنا الاتفاقية، ويمكن وقعناها بدري بنسخ عربي، لكن هي تم ترجمتها وتم التفاوض فيها واخد كل الإجراءات المحتملة. الاتحاد الأفريقي إرث كبير جدا احنا يهمنا وجوده، وجددناه لمدة 10 سنين مش 5 سنين. ولو ما كانش يعني تاخد فيه يعني اكشن بلان، كان ممكن يبقى فيه حاجات تانية كتيرة جدا لا نتخيلها يعني. السؤال الأخير بالنسبة لحضرتك، وهو يمكن طبعا أنا عارف أنه هيحتاج إجابة كبيرة جدا، فيما يخص رؤية حضرتك لمراكز الشباب وتطويرها والاهتمام بالشباب. ده أهم حاجة، ده أهم حاجة. المراكز الشباب دي شيء مهم جدا جدا جدا. أنا أعتقد الاهتمام بمراكز الشباب وتحويلها وقوتها واشتغل بره الصندوق وجوه الصندوق هيؤثر بشكل كبير جدا في ثقافة المجتمع المصري وفي الشباب المصري وفي الجوانب الفنية والتثقيفية والوجدانية والرياضية والتربوية كمان، لأن هي التنشئة الاجتماعية هي أسرة ومدرسة وجامعة ودور عبادة كنيسة وجامع ونادي ومراكز الشباب، دي التنشئه. فاحنا احد المقومات للتنشئه الاجتماعيه لازم نهتم بيها جدا هي مراكز الشباب، عشان كده احنا ليها استراتيجيه كبيره يطول شرحها بشكل كبير جدا يعني. مين اللي انت يعني المطرب اللي بتسمعه كده وانت في العربيه حتى من الوزاره لاي؟ بص انا بحب كل الكلاسيكيات على المستوى الانساني. فعبد الحليم وعبد الحليم حافظ طبعا، وام كلثوم ده شيء اساسي يعني. سيلين ديون وخوليو إجليسيس وفرانك سيناترا دول على المستوى الآخر. تسمع الشعبية يعني. لا أحيانا بتبقى في حاجات بتسمعها يعني، أنت مصري لازم تسمع كل حاجة يعني. ممثل مفضل بالنسبة لك؟ إسماعيل ياسين. إسماعيل ياسين يعني بتقول له أي وقت؟ أي وقت. ايوه. معالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، انا بشكرك جدا على التلبيه طبعا استضافه حضرتك في اول حلقه للبريمو، بتمنى لك التوفيق الفتره اللي جايه وللرياضه المصريه خلال الفتره المقبله باذن الله. انا بشكرك استاذ اسلام، واتمنى لك التوفيق وكل المنظومه الاعلام الرياضي والمنظومه الرياضيه المصريه تكون احسن حاجه في الدنيا. بشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. بكرة نلتقي في حلقة جديدة، تابعونا بإذن الله في البريمو.